أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في الفصل مع قناة أورتيم. معكم صالح محمد الأمين، مدرس الأدب في معهد العلوم الإسلامية قسم اللغة والآداب. معنا حلقتنا الثالثة اليوم مع الصف العاشر. قبل أن نواصل بدرسنا، معنا نماذج الخطابة في العصر، من نماذج الخطابة في العصر الجاهلي. يعني موضوعنا اليوم يتمحور يعني حول نماذج من الخطابة في العصر الجاهلي. ولكن قبل أن نصل إلى الموضوع، معنا وقفة مع أسئلة الدرس الماضي إن شاء الله. في الدرس الماضي معكم سؤال: ما هي الخطابة؟ فنقول: الخطابة كلام يعد ليلقى في مواجهة جمع من الناس في غرض من الأغراض. ومن موضوعات الدرس السابق: ما هي أغراض الخطابة في العصر الجاهلي؟ من أغراض الخطابة في العصر الجاهلي: المواعظ، المفاخرة، الوصايا والنصائح، المنافرة، التحريض بألوانه. جيد. عناصر الخطابة، ما هي عناصر الخطابة؟ فعناصر الخطابة الفنية ثلاثة، وهي عبارة عن مقدمة وعرض وخاتمة. ومن الأسئلة المطروحة في الدرس السابق: ما هي أسلوب الخطابة في العصر الجاهلي؟ من أسلوب الخطابة في العصر الجاهلي: علو اللفظ، خلابة العبارة، وضوح الفكرة، قصيرة السجع، كثيرة الأمثال. وكذلك من الأسئلة في الدرس السابق: ما هي خصائص الخطابة في العصر الجاهلي؟ كان من خصائصها أي الخطابة قصر الفقرات، السهولة والوضوح، الإقناع والإمتاع مع قلة الصور البلاغية. وكذلك من الأسئلة المطروحة في الدرس السابق في الحلقة الثانية: ما هي أنواع الخطابة في العصر الجاهلي؟ كان من أنواع الخطابة في العصر الجاهلي: الخطابة السياسية، الخطابة الاجتماعية، وكذلك الوعظ والإرشاد. وهذا يعني الأسئلة الماضية، هذه هي الأسئلة الماضية، وألقينا الضوء عليها نوعا ما، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مفهومة. واليوم سنواصل بموضوعنا اليوم، وهو من نماذج الخطابة في العصر الجاهلي، من نماذج الخطابة في العصر الجاهلي. والخطب في العصر الجاهلي كثيرة جدا، ولكن هذه عبارة عن نموذج فقط. فالنموذج الموجود أمامنا هو خطبة أبي طالب في زواج ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. جيد. وأنتم كلكم تعرفون من هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الرسل وآخر الأنبياء الذي أرسل إلى الناس قاطبة ورحمة للعالمين. وخديجة هي امرأة كانت ذات شرف وذات مال ونسب وجمال، كانت تعيش في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم،
فعندما لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد الزواج فأمه أبو طالب طلب منه زوجا أو زوجة إن شئتم، فوافق يعني طلبه بمعنى خديجة بنت خويلد. تمهيد: الخطيب، من هو الخطيب؟ هو أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كفله بعد وفاة جده ووقف يسانده ويحميه من قريش. يعني أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. مع معنى هذا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبو الرسول، وهو عبد الله بن عبد المطلب هو أخو يعني أخوه أبو طالب. يعني أبو طالب وعبد الله يعني كلاهما أبوهما يعني عبد المطلب. جيد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ترأى يتيما، ولكن الذي رباه هو جده عبد المطلب. وعندما اقترب الوفاة أو بعد وفاته يعني قام بتربيته وبعنايته عمه أبو طالب، وهو كان يسانده ويحميه، بمعنى يساعده ويحميه ويحفظه من أذى قريش. ومن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حماية أبي طالب للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما يعني طالبه قريش بعبادة آلهتهم يعني يوما أو شهرا، وهم أيضا يعبدون إله محمد صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب يعني شاور يعني ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فبين له أنه لو وضئ الشمس في يمينه والقمر في يساره ما ترك هذا الأمر، فوافقه أبو طالب على هذا ووقف بجانبه ويحميه من قريش. يعني يسانده حتى توفي هو وخديجة، بمعنى أبو طالب توفي هو وخديجة في عام واحد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، أي هذا العام أو هذه السنة سماها الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحزن. عام الحزن لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يحمي وهو أبو طالب، وزوجته الوحيدة التي أصبحت أما له وأختا له وزوجة له، كلاهما توفي في سنة واحدة، فأصبح هذه السنة عام حزن وسنة حزن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت الهجرة بعد وفاة أبي طالب بعد بعام واحد، بمعنى أبو طالب توفي فالرسول صلى الله عليه وسلم بعام واحد، والرسول هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. كانت خديجة بنت خويلد، فخديجة هذه كانت ذات مال وجمال ومكانة ورزانة وخلق، وقد مات عنها زوجها، فكانت مطمح الكثير من زعماء قريش، فخطبها أبو طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت خديجة قد أعجبت بأخلاقه وأمانته ومعاملاته عندما عمل في تجارتها، فتم هذا الزواج قبل البعثة 15 عاما. ما معنى هذا؟ بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بخديجة، وخديجة ليست بمعنى كبقية النساء في ذلك الوقت، بل لها مكانتها من بين النساء، حيث كانت صاحبة مال، ذات مال وجمال ومكانة وذات خلق. فليس الرسول صلى الله عليه وسلم أول زوجها، بل تزوجها رجل يسمى أبو هالة، وقبل أبو هالة كما قيل هناك عتيك بن أعز، بمعنى تزوجها رجلان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما مات زوجها أبو هالة يعني أصبحت في مطمع ومطمح لزعماء قريش، كل واحد يدلي بدلوه ليتزوج بها، إلا أنها أبت، فخطبها أبو طالب لابن أخيه رغم أنه فقير. وكانت خديجة
قد أعجبت بأخلاقه أي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك معاملاته وحسن معاملاته عندما عمل في تجارتها فإن خديجة قد جربته يعني امتحنت الرسول صلى الله عليه وسلم في تجارة ما مع غلامها ميسرة فبهذه المواصفات خديجة تم الزواج هذا الزواج بخديجة ولكن الزواج كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون الرسول رسولا ونبيا يعني بخمسة عشر عاما نص الخطبة يعني من نماذج الخطابة في العصر الجاهلي يعني قلنا خطبة أبي طالب في زواج ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو نص الخطبة قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجا وجعلنا الحكام على الناس ثم إن محمد بن عبد الله ابن أخي من لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح عليه برا وفضلا وكرما وعقلا ومجدا ونبلا وإن كان في المال قل أو قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك وما أحببتم من الصداق فعلي هذا هو نص الخطبة بمعنى فهو خطب حتى يطمئن الناس حتى يبين للناس بأن يعني الإنسانية فوق الماديات فهو عندما تلاحظ في كلامه فأنت تشم رائحة يعني الإنسانية وهكذا الكبار وهكذا الحياة ولكن النص هناك كلمات نريد أن نبلورها بمعنى معانيها أن نشرح معانيها وهي من معاني الكلمات من الكلمات التي جاءت في النص منها ذرية نسل ذرية والذرية بمعنى نسل الذرية بمعنى النسل زرع بمعنى ولد حراما قال بلدا حراما فحراما معناه مقدسا يحرم فيه ما يحل في غيره ما يحل في غيره بمعنى هناك أشياء قد تحل في مكان آخر تكون حلالا في أماكن أخرى ولكن هذا البلد وهو البلد الحرام فإن هذه الأشياء التي قد تكون حلالا في مكان آخر قد تكون حراما في هذا المكان يوازن بمعنى لا يوزن لا يوزن بمعنى لا يقارن لا يقارن رجح ما معنى رجح معناه فاذ وثقل ميزانه العارية قال فإنه عارية عارية معنى الشيء المعار كان أقول لك أعرني قلمك فهذا القلم عندما تقدم لهذا القلم فهذا لا يدل على أن هذا القلم ملك لي إنما عندما أنتهي من حاجتي فإنني سأرده إليك لأنه ليس ملكا لي جيد العارية الشيء المعار مسترجعة بمعنى ما دام شيء معار أو عارية فلا بد أن تعود إلى صاحبها الآن رأينا النص ورأينا بعض من المفردات الآن الشرح الإجمالي للخطبة يعني خطبة أبي طالب في زواج ابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الخطبة بحمد الله تعالى ثم تحدث
النسب بني هاشم آل محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هو خير نسب لأنهم من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل عليهما السلام وانتقل بعد ذلك إلى منزلتهم في مكة فإذا هي خير منزلة لأنهم سدنة الكعبة المشرفة والقائمون بأمر بيت الله الحرام ولهم الحكم في الناس وبعد ذلك انتقل في حديثه ثم تحدث عن محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هو خير فتى في قريش لأنه ليس من فتيانه أي فتيان قريش من يساويه في بره أو فضله أو كرمه أو أقله أو مجده أو نبله ثم انتقل بعد ذلك واعتذر عن قلة ماله أي عن قلة مال محمد صلى الله عليه وسلم أنه فقير يبين هنا أنه فقير فاعتذر عن قلة ماله وبين بأن المال ظل زائل يكون حينا ويزول حينا فهكذا الحياة أحيانا الحياة لا تبقى على حالة واحدة قد تكون غنيا اليوم وغدا أنت فقير والعكس صحيح ثم عرض بعد ذلك كله لخطبة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لابن عمه محمد صلى الله عليه وسلم هذه يعني نوعا من الشرح بمعنى وجيز إن شاء الله والآن سننتقل إلى التعليق على الخطبة هذا يعني هذه الخطبة هذا لون من ألوان الخطابة في العصر الجاهلي وهو خطبة الزواج فأبو طالب يطلب يد خديجة لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدخل في الموضوع مباشرة لا بد أن يمهد ولا بد أن يأتي بشيء يجذب العقول وكذلك ولا يواجه بالفكرة مباشرة بل يتأنى لها ما معنى يتأنى لها يتريس يذهب شيئا فشيئا حتى يقنع بها ويتدرج في الإقناع حتى يصل إلى غايته لأن أبا طالب يعلم أن خديجة من شريفات قريش وأن لها من الثراء ما ليس لغيرها وأنها لذلك أمنية كثير من صورات القرشيين بمعنى فكأن أبا طالب يعني هنا يعني عمل بقاعدة خاطب الناس على قدر أكولهم وخاطب الناس على قدر منازلهم جيد لقد قام أبو طالب لغرضه أي لهدفه لقد قدم أبو طالب لغرضه هذه بمعنى الزواج من خديجة أو خطبة خديجة لقد قدم أبو طالب لغرضه تقديما طويلا نعم طول في المقدمة ولكن مناسبا فعندما تطنب في الكلام إذا وافق الهدف وإطنابك كان في محله فهذا لا يضر ولكن الإطناب السيء هو أن تطنب بلا فائدة وهذا التقديم نابع من شعوره وتقديره للموقف وقد حقق بها الخطوات والانتقالات التي ملك بها أزمة القلوب وإذعان النفوس فكان له ما أراد
فتحقق له مطالبه وطلبه. وقد عرض خطبته في أسلوب رزين وعبارات واضحة وتسلسل مقنع لم يحتج في تأثيره وإقناعه إلى تصوير خيالي وما جاء منه. فالتصوير الخيالي الذي جاء منه فإنما هو من التعبير الطبيعي الذي يأتي عفو الخاطر، كما في قوله: المال ظل زائل وعارية مسترجعة أو مستردة. فهي تشبيهات، المال ظل زائل وعارية مستردة، فهذه تشبيهات جاءت طبيعية لا تكلف فيها، كما أنه لم يحتج في تأثيره إلى موسيقى لفظية، فجاء أسلوبه مرسلا لا سجع فيه. وبهذا نقول لكم وصلنا إلى نهاية حلقتنا الثالثة إن شاء الله، ولكن لابد لنا من بعض الأسئلة التي نستعين بها أو نعين بها أنفسنا أو نستعين بها لفهم ما ألقي علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مفيدة. المناقشة: ما مناسبة الخطبة؟ فالخطبة التي سمعناها آنفا وسابقا، ما مناسبة هذه الخطبة؟ ثانيا: أذكر ما تعرف عن الخطيب، ماذا تعرف عن الخطيب؟ ثالثا: ما ملامح خطبة الزواج التي تلمسها في هذا النموذج؟ رابعا: في هذه الخطبة لون من التقديم الجميل، وضحه وبين الغرض البلاغي منه. جيد، وبين الغرض البلاغي منه، وإن شاء الله سنقتصر هنا، ونقول لكم نلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكراً.